السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم إيكونوميز في هذا الفيديو الجديد. هذا الفيديو خاص بالكوريكسيون ديال الإكزام ديال لا كونتابل جينيرال اللي هو إكزام دو سو فورم دو كي سي إم الخاص بالإف إس جو إي إس ابن زهر أكادير ديال البروف أبريان. بالنسبة للفيديو الماضي لحت لكم الكوريكسيون ديال الإكزام ديال البروف العبوبي. دابا نشوفوا الإكزام ديال البروف أبريان وإن شاء الله نزيد لكم دي زيكزام ديال البروف أخرين باش ان شاء الله تستافدوا من هاد ليكسبليكاسيون ديالي. دونك بالنسبه لهاد ليكزام هذا عطاونا واحد لونتربريز فيهم دي دوسي، دوسي رقم 1 على لي بروفيزيون. دونك شنو قالوا لنا في الدوسي رقم 1؟ عطاونا لو بورتفوي دي تيتغ دو لونتربريز صوفيا كومبرون لي زيليمون سيفون. دونك عندنا هاد لي اكسيون او بي، اكسيون ا تي بو تي بي و تي في بي اكسيون بي. دونك لا كونتيتي ديال ا 900 و لا كونتيتي ديال هذا 200. دونك لو كو انيتير هاد الكود ديال الداشا انيتير هي بشحال تشرى السهم ديال ا 340 وديال بي ب 500. البروفيزيون في 2015 هي 18000 بالنسبه ل ا و 3000 بالنسبه ل بي. دابا ما عطاونيش المونطون ديال الكور دانفونتير، ما عطاوش ليا، يعني خصني ضروري نحاول انني نحسبو. دونك الطريقه باش كنحسبو، دونك حنايا عندنا هذا بروفيزيون 18000 بروفيزيون، هاد البروفيزيون خاصها بشحال؟ خاصها ب 900 كونتيتي، 900 اكسيون ا. حنا بغينا نعرفوا البروفيزيون اونيتير، غنحسب البروفيزيون اونيتير. باش نحسب البروفيزيون اونيتير غنشد البروفيزيون توتال 18000 نقسمها على 900. دونك شحال تعطيني؟ تعطيني 20. اش كتعني هادي 20؟ يعني ان كل سهم لونتربريز كتخسر فيه 20 درهم، يعني كل سهم نقصت القيمة ديالو ب 20 درهم. هو كان الثمن ديالو 340، دونك قيمته تتنقص ب 20، يعني شحال هنا غنديرو؟ يعني 320، غتكون هنا 320. لا ميم شوز غنديرو بوغ لاكسيون بي، غنشدو هاد 3000 غنقسمو على لا كونتيتي 200، 3000 قسمنا على 200 غتعطيني 15، يعني أن كل سهم نقصت القيمة ديالو ب 15 درهم، يعني 500 ناقص 15 500 ناقص 15 هي 485. ها حنا جاوبنا عليها. دابا نمشيو نجاوب على السؤال الاول. دونك قال لك لو كور اونيتير اون 2015، هاد لو كور اونيتير بالنسبه للاكسيون ا ها هو 300، اكسيون ا 320 درهم هي بي، والاكسيون بي 485 هي دي. دونك الاجابه الصحيحه بي ودي، مفهوم؟ دابا بور لو 31/12/2016 باش نعرفوا شنو وقع. 31/2016 اصلا كتلاحظوا عطاونا لو كور ديال كل اكسيون، لو كور تمن الوحده شنو وقع؟ دونك كنلاحظوا بان اش؟ دونك غنحسبوا لا بروفيزيون، حسبوا لا بروفيزيون شحال كتساوي؟ لا بروفيزيون ديال 2016 سوا بوغ هاد ا سوا بوغ بي. دونك حسبوا ديال ا، حسبوا ديال بي. لا بروفيزيون هو بشحال نقصت القيمة ديال السهم؟ دونك كانت 340 ولات 290. بالنسبة لـ أ نقصت القيمة ديال السهم ديال الأ ب 50 درهم للسهم، وبالنسبة لـ بي كنلاحظوا بأن القيمة ديالو تزادت ب 10 درهم، يعني أن بي ما كاينش بروفيزيون، ما كايناش، لأن ديما كتكون لا فالور أكتيال كبر من لا فالور أوريجينال ما كاينش بروفيزيون، يعني ما كاين حتى شي حاجة، والو غنديرو شرطة زيرو. بالنسبة لـ أ هاد الاسهم كانوا 900، كل سهم نقصت القيمه ديالو ب 50، دونك 900 في 50 هي 45000. دونك لا بروفيزيون هي 45000، هادي غير لا بروفيزيون 45000، ولكن راه ما كونطابيزاتي، كنكونطابيزي لا رياجيستومون. شنو غنديرو دابا؟ بوغ اكسيون نوريكم كيفاش. بوغ لاكسيون دونك غنديرو لا رياجيستومون، يعني غندير واحد نزيد في الطابلو، غنجد لا رياجيستومون، لا ريا جيستومون كيفاش غتكون؟ واش غتكون دوطاسيون بليس ولا غتكون غوبريز موا؟ دونك السهمين بجوج بوغ ان اي بي، بوغ ان اي بي. كيفاش كنعرف لا غيا جيستومون؟ بوغ ان كنشد البروفيزيون الجديدة ناقص البروفيزيون القديمة، 45000 ناقص 18000 عطاتني 27000 موجبة، دونك يعني غي جيستومون اللي هي اوغمونتاسيون، دونك هادي كتعني اوغمونتاسيون، يعني لا بروفيزيون ديالها تزادت ب 27. باغ كونتخ
بي كنلاحظوا بان القيمه الاصليه رجعات ولات كثر، يعني ما كاينش بروفيزيون. يعني شنو خاصني ندير؟ خاصني اني لا بروفيزيون قديمه، يعني خاصني اني لها 3000، خاصني اني لها 3000. دونك نجيو نجاوب على السؤال. دونك بور لاكسيون ا سميتو بور لو 32، واش غنديروا اجوستي لا بروفيزيون؟ ما يمكنش اجوستي لا غوس، الاجوستيمون راه كتكون في اول مره. دونك ديبيتي لو كونت 63 دوتاسيون بروفيزيون، بون هذه صحيحه حيت في الكونستا في الاوغمونطاسيون عندها بحال اللي كيدير بحال لو كونستاتاسيون. كريديتي لو كونت هي صحيحه حتى هي، كريديتي لو كونت بروفيزيون بور ديبازيت دي بي صحيحه. رياجيستي لا بروفيزيون ا لا غوس، هذه هي لا رياجيستومون، هذه هي لا رياجيستومون، كنرياجيستي لا غوس ب 27000 درهم. هذا هو الجواب الصحيح. دونك بي سي دي. دونك باغ بور لاكسيون بي او 31/12/2016 لونتربريز سوفيا دوا دونك réagissez la baisse, mais la baisse, annulez la provision constatée. Elle est annulée, c'est la valeur actuelle qui est la valeur d'origine. Elle est toujours la valeur actuelle qui est la valeur d'origine. Il y a un rôle de l'annulation. L'annulation de la provision, il est quand. Donc, pour l'annulation, je ne peux dire qu'on débite le compte de la provision pour dépréciation des TP ou qu'on crédite le compte de la reprise, c'est la provision pour dépréciation des immobilisations financières. C'est ce qu'on dit. دونك يعني كان ديبيتي هذا الكونت 3000 صحيحه، وكان كريديتي هذا ب 3000، داك المونطون ديال البروفيزيون اللي خصها انيلا. دابا بوغ الاكسيون ا نشوفوا دابا سويفونت لو 5/6/2017. شنو وقع في لو 5/6/2017؟ في لو 5/6/2017 عندنا سيسيون، عندنا سيسيون ديال تي بي و تي في بي. دونك نبداو بالتي بي، نبداو بالاكسيون ا، الاكسيون ا نبداو بالاكسيون ا. ها هو نبداو بها. اول حاجه كنحتاج البري دي سيسيون، le prix de cession هو la quantité vendée. La quantité vendée 300 × 350، donc 300 × 350، donc تساوي 105000. ها هي. donc هذه première étape. donc كان ديبيتي الكونت ديال الموين دو باي مو هي لا بانك، وكان كريديتي البروديكسيون دي موبيليزاسيون فينانسيير بهذا المونطون هذا 150000. دوزيام ايتاب، يعني شنو كنديروا؟ كنديروا الانيلاسيون دو بروفيزيون، انيلاسيون دو بروفيزيون، ولكن بروفيزيون ديال اش؟ كنانيلي بروفيزيون دو ديال هاد 300 اكسيون. دونك كنشدوا 300 كنضربوها، تنشوفوا داك العام اللي قبل، العام اللي قبل هو 2016. 2016 بشحال كتناقص القيمه ديال السهم؟ كتناقص ب 50 درهم. دونك خاصني نضرب هذه في 50 درهم، خاصني نضربها في 50 درهم، عطاتني 15000 درهم، يعني خاصني انيلي هاد لا بروفيزيون ديال 15000 درهم. دونك انيلاسيون، خاصها انيلا، باش انيلا كنديرو بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي تي بي في الكريدي، غوبريسي بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي تي في بي، عفوا دي زيموبيليزاسيون فينونسيير. فهم؟ دابا ابخي غنشوفو شنو كنديروا من بعد. كنديروا السورتي، السورتي كنكتبوا في الكريدي في الدي بي فينا دي موبيليزاسيون فينانسيير سي دي، وفي الكريدي كنكتبوا فينا دي موبيليزاسيون، وفي الكريدي كنكتبوا تي بي. شنو هو القيمه اللي كندخل؟ كندخلوا لا فالور دوريجين ديال هاد 300 سهم اللي تباعت، يعني 300 كنضربها في لا فالور دوريجين. الثمن باش شرا نهار الاول، الثمن باش شرا نهار الاول هو 340 درهم، 340 درهم. دونك اش كتساوي؟ كتساوي 102000. دونك هذه هي القيمه اللي كندير هنايا، هذا كيدخل ب 102000 دي بي، وتا هذا في الكريدي 102000. فهم؟ من بعد نجاوبوا على هذا. ها هو دونك قلنا كريديتي لو كونت برودوي دي سيسيون دي زوموبيليزاسيون فينانسيير 102، نو 105، لان البري دي سيسيون ها هو 105 حسبته. من بعد عندنا ديبيتي لو كونت دو لا بانك، نفس لا بانك لا ميم سيسيون، ها هو 105 نيت. دابا بوغ الاكسيون بي، الاكسيون بي هما تي في بي، تي في بي لا ميم شوز بي، تي في بي خاصني نحسب بري سيسيون، شحال تباع؟ تباع لا توتاليتي تباعت 200، تباعت ب 500، 200 في 500، دونك عطيني 100000 درهم، 100000 درهم. نورمالمون ديما في تي في بي كنشوف واش عندي كان ولا بيرت. شنو كندير؟ كنشد هادي كنقارنها مع لا فالور دوريجين، لا فالور دوريجين هي نيت 100000 درهم، هي لا فالور دوريجين راه هي 100000 درهم نيت، الهدف هذا 100000 درهم، يعني غنلقى نفس الثمن باش بعتو، دونك يعني ما كاين لا كان لا بيغ. دونك شنو كندير؟ كنكتب في الدي بي لا بانك، وفي الكريدي تي
تي في بي ب100,000 درهم. 100,000 درهم 100,000 درهم. هنا ما كاينش عندي انيلاسيون دو بروفيزيون. علاش؟ لان اصلا العام فات في 2016 ما كانش بروفيزيون ديال هذا. دونك هنايا شنو كنديروا بالنسبه لاكسيون بي؟ دونك كنكريديتي الكونت ديال تي في بي صحيحه وكنديبيتي الكونت ديال لا بنك. اصلا هنا ما عنديش لا برودوي نيت لا شارج نيت. البرودوي نيت هو في اللوكا ديال لوكا وشارج نيت في اللوكا ديال البيرت. هادشي راه ديجا شرحته في لي فيديو. دونك بور لاكسيون بي l'entreprise Sofia doit annuler la provision حيت ما كاينش عندي البروفيزيون. يعني ما كاينش اوكان اكريتور. الاكريتور اللي كاينه هي هادي صافي. عفوا ديريكتوم ديال بي هي هادي. شوفوا دابا ديال ا. ديال ا قلنا كنديبيتي الفي ان ا. كنديبيتي الفي ان ا بالفالور دوريجين. لا فالور دوريجين راه حتى حسبتها هي خرجت ليا 102,000. ها هي كنديبيتيها 102,000. وكان كريديتي اش؟ كان كريديتي تي بي. ما عنديش ما عطاش لينيا. دونك قلنا ايضا كان اني لا بروفيزيون. باش اني بروفيزيون يعني كان كريديتي الكونت ديال روبريز ها هو ب 15,000 درهم. وكان ديبيتي الكونت ديال بروفيزيون بور ديبريسياسيون ما كايناش. دونك عندي غير هاد جوج ا و سي. دابا نشوفوا الكيسيون 8. كوشي لي بون بروبوزيسيون. لو مونطو دو لا بروفيزيون اي كونستاتي 4800. لو مونطو دو لا بيرت دابا هذا مهم سالينا. دابا نشوفوا باقي دابا هاد الكيسيون سويفونت. هنايا هاد الكيسيون هذا. دونك عندنا ان كريونس دو لونتربريز سوفيا اون فير ان كليون دو تو اي دوفوني توتالمون ريكوفرابل لو مونتو دو لا كريونس تي سي اي دو 12000 درهم تي في اش. دونك لو بروفيزي كونستاتي هنا. دونك كاين واحد الكليون. دونك الكريونس ديالو كريونس. دونك نديرو لي زانفورماسيون. دونك اول حاجه حاجنا الكريونس تي تي سي يساوي 12,000 درهم. دونك يعني نحاول نحسب الكريونس اور تاكس. الاور تاكس يساوي 10,000 درهم. ديما تي تي سي كنقسمو على 1.2. دونك التافيا هي الفرق بيناتهم هي 2000. هادشي باين. دونك قالوا لي ان واحد في عندنا بروفيزيون اي ديجا كونستاتي. ديجا بروفيزيون كانت عليه كونستاتي يعني قبل بروفيزيون ديجا كونستاتي 40%. 40% البروفيزيون ديما كتحسب على الاور تاكس. كنشدو 10,000 نضربوها في 40% عطيني 4,000 درهم. فهم. دونك شوفوا لي زيكريتير الاولين كيفاش غادي يكونوا. من بعد هو قال لي ان هاد الكليان هذا اي دوفوني اي ريكوفرابل توتالمون اي ريكوفرابل. دونك الطريقه باش كنديروا لي زيكريتير كونطابل. لي زيكريتير كونطابل هنايا اول حاجه على البروفيزيون هادي كان كونطابيليزيها عادي. كنديرو بروفيزيون دوتاسيون ديكسبلواتاسيون بروفيزيون بور ديبريسياسيون دو كريونس دو لاكتيف سيركيلون. وفي الكريدي كندير بروفيزيون بور ديبريسياسيون دو كليون كونت راتاشي 4000 درهم. هادشي في 2015. ولكن في 2016 هذا ديفينيغ اي ريكوفرابل. دونك شنو كندير؟ اول حاجه كندير لا كونستاتاسيون دو بيرت. كنكونستاتي البيرت. اول حاجه كنكونستاتي البيرت. باش نكونستاتي لو بيرت شنو كندير؟ كندير اول حاجه الكونت ديال 61,85 هو ديال بيرت سير كريونس اي ريكوفرابل. وكندير الكون ديال ايتا تي فيا فاكتوري 44,55. وكندير الكون ديال كليون دو تو اي ليتيجو 34,24. دونك هذا باش كيدخل هذا؟ هذا كيدخل بالاور تاكس ديال الكريونس 10,000 درهم وهادي تي فيا 2000 درهم وهذا كيدخل ب 12,000 درهم ديال تي تي سي. هادي اول ايتاب. من بعد كان اني لا بروفيزيون. باش اني بروفيزيون كندير بروفيزيون بور ديبريسياسيون du client et compte rattaché, le compte ديال 39,42 ومن بعد le compte ديال reprise c'est provision pour dépréciation de l'actif circulant. Donc le compte ديال 71,96 compte ديال 71. هذا كيدخل بالبروفيزيون اللي ديجا كونستاتي هي 4000. دونك غنجيو نجاوبوا على الكيستيون. دونك هنايا le montant de la provision est déjà constaté. Mais chier, la provision déjà constatée, le client a fait 4,000. Le montant de la perte, ouais, chère, la perte est hors taxe. Au 31,12, le taux de dépréciation, ouais, c'est 40%. Donc, je vais savoir, il y a B aussi. Au 31,12, l'entreprise Sofia doit débiter le compte de provision pour dépréciation et compte rattaché. Oui, parce que annuler la provision, c'est à dire de débiter. Débiter le compte de perte sur créance est recouvrable à 68,80.
كريديتي لو كونت ديال 61 96 ديال ريبريز صحيحه والكريدي كليون اي دو تو دونك صحيحه كلشي هادشي كاين هما اللي كندير لي كونت عدد 82 بيرسي كريونس اي ريكوفابل اي تي في فاكتيري كليون دو تو اي تي جو بروفيزيون بوتو بريز كليون كونت اتاسيون ريبريز كلشي هادشي اللي كنديرها هما كلشي هما صحاح. دابا نمشيو للدوسي ديال لامورتيسمون بالنسبه للامورتيسمون عندي واحد الانستالاسيون تكنيك البري ديالها الفري دو مونتاج تي في دونك هنا دابا خصني نضرب الحاجه نحسب لا فالور دوريجين اور تاكس. لا فالور اوريجين اور تاكس هو البري داكيزيسيون 300000 درهم زائد ايش زائد الفري دو مونتاج 30000 درهم دونك هي 330000 درهم دونك هذا هو الفالور دوريجين اور تاكس. لا فالور دوريجين اور تاكس شوف نشوفوا لي كيسيون على حسب لي كيسيون اللي عطاونا قال لي كوشي لا بون ريبونس لامورتيسمون او ان كاركتير بروبابل ايريفيرسيبل خطا هذه لا بروفيزيون هي لا بروبابل ايريفيرسيبل لي زامورتيسمون او ان كاركتير سورتان ايريفيرسيبل صحيحه lorsque l'entreprise cite immobilisation totalement amortie elle doit comptabiliser la dotation en complémentaire خطا lorsque l'entreprise cite immobilisation totalement amortie la plus-value décision égale prix décision صحيحه صحيحه يعني صحيحه هو بي اي دي هذو هما الصحاح. Tout d'abord, la question suivante. D'après le plan d'amortissement, l'installation technique, donc c'est un dire le plan d'amortissement. On dira le plan d'amortissement. Donc, on dira comme le plan d'amortissement. Kadawa, le plan d'amortissement. On chauffe les informations. On chauffe d'abord la date d'acquisition. Galik, on a la date d'acquisition. كان في لو ان 9 ولكن جا عطى لي قال لي ان ميز اون سيرفيس دونك حنا ما كنخدموش لا دات داكيزيسيون راه كنخدموا بلا دات لا ميز اون سيرفيس يعني نبداو نحسبوا من شهر 10 2013 يعني اجي نقسم قال لك لا ديغي دي في 5 اون وامورتيسمون هي لا سيستيم لينير دونك 5 اون نقسموا 5 اون ولكن في 2000 هو تشرى في 2013 يعني 2013 ولكن 2013 دخل فيه شهر 10 يعني شحال بقى عندي في 2013 3 موا 2014 2015 2016 2017 يلا دابا مازال ما كملت يلا دابا 4 سنين و 3 شهور انا خصني 5 سنين يعني 2018 نشدو فيها باش نكملو نشدو 9 شهور باش نكملو ان 3 زائد 9 هي عام دونك بالنسبه للامونتيسمون كونستون معروف ان لا باز دو كالكيل هو ديما لا فالور دوريجين كل عام كيطبق نفس لا باز دو كالكيل هو 330000 درهم 330000 درهم 330000 درهم 330000 درهم 330000 درهم 330000 درهم دونك بلوطو لوطو لينير راه باين واحد على 5 هو 5 سنين لوطو لينير 20% واحد على 5 مضروب في 100 20% الانويت كيفاش كتنشدو لا باز دو كالكيل كنضربو في لوطو ولكن خصني نرد البال 3 على 12 يعني خصني ضروري راه كان عندي البروراتا طومبوري دونك نحسبوها غتخرج لينا 16500 نشدو 330000 نضربوها في 20% نضربوها في 3 على 12 بالنسبه لهنا 2014 2015 2016 عام كلشي عيمان كاملين كنعرفوا ان في لامورتيسمون كونستون ديما الانويتي ديال العام كامل كتكون مساويه دونك نشدو 330 نضربو في 20% تعطيني 66000 جميع السنوات 66000 حسبوها 66000 دونك العام الاخير نشدو الفالور دوريجين 330 نضربو في 20% نضربو في 9 على 12 عندي 9 شهور عطيني 49500 مفهوم. نسبو لو كيميل دامورتيسمون بالنسبه لكيميل دامورتيسمون بالنسبه للعام الاول هو 16500 هاهي نزيدوها 6600 16500 زيدو 66000 عطيني 82500 نزيدو ليها 66000 عطيني 148500 نزيدو ليها 96000 عطيني 214
وخمسمية، 214 وخمسمية، نزيد ليها 66,000، أعطتيني 280,500. نزيد ليها 49,500 باش تعطيني 330,000 درهم. دونك هذا هو الجواب. الفي ان ا، الفي ان ا هي لا فالور دوريجين، نقصوا منها هذا الكيمي، نبدا بالاول. دونك 330,000 ناقص 16,500 هي 313,500. لا ميم شوز 300 ناقص 82,500 دونك تعطيني 247,500. نقص منها ايضا لا فالور دوريجين ناقص هذه هي 48,500 تعطيني 181,500. ابخي لا ميم شوز لا فالور دوريجين ناقص هذه تعطينا 115,500. ابخي نقص من لا فالور دوريجين ناقص هذه تعطيني 49,500. و enfin la valeur d'origine ناقص هذه تعطيني 0. دونك هذا هو البلان دو مونتاج. دونك نجاوبوا على الاسئله. لا دوتاسيون كومبليمونتير دابا درنا لو بلان ياك. دابا نشوفوا عندنا سيسيون، حنا راه عندنا سيسيون، عندنا سيسيون عند تباع هذا ف ف تباع فاش فاش تباع تباع لو 25/8/2006 تباع لو 25/8/2006. دونك سيسيون خاصنا نديرو لي زيكريتير ديال السيسيون. بالنسبة للسيسيون كيفاش شنو كندير في لي زيكريتير بالنسبة للسيسيون؟ تابعو معايا مزيان. بالنسبة للسيسيون لي زيكريتير اللي كنديرو، دونك بوميييغ إيكريتور كنديبيتي شنو عندنا هنا؟ قال لي تباع أكريدي، يعني مين كيكون أكريدي راه كندير الكون ديالو. تكون عاطيها لكم هنا أكريدي، كنديرو الكون ديال 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 كريون سير سيسيون دي زيموبيليزاسيون، كريون سير سيسيون دي زيموبيليزاسيون، créance la créance le compte ديال créance sur scission des immobilisations. هو اللي كندير في الديبا. في الكريدي كنكتب produit scission des immobilisations corporel. هذه première étape. هنا كنديرو التم باش تباع. شحال تباع هو؟ تباع 120,000 درهم. دونك ها هو 120,000 درهم. deuxième étape كان انيلي لا دو دونك من دوزيام ايتاب كان كونستاتي لا دوتاسيون دامونتيسمون كومبليمونتير ديال داك العام. دونك كندير دوتاسيون ديكسبلواتاسيون او بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي زيموبيليزاسيون كوربوريل، وفي الكريدي كنكتب امونتيسمون ديال داكشي اللي عندي تباع. عندي انستالاسيون تكنيك، دونك انستالاسيون تكنيك كنكتبها. هنا المونطون اللي كندير كنشدو لامونتيسمون ديال داك العام اللي تباع. هو امتباع في 2016، ها هو ها هو الانويتي ديال 2016 هي هادي 66,000. كنشوف شحال من شهر داك العام فاش تباع فيه مبقى. هو تباع في شهر 8 يعني 8 شهور. دونك اوتوماتيكمون شنو كندير؟ كنشد هاد الانويتي 66,000 كنضربها في 8 على 12، كنضربها في 8 على 12. الا ضربناها في 8 على 12 عطاتيني 44,000. عطاتينا 44,000. 44,000 هادي هي لا دوتاسيون كومبليمونتير 44,000. بقات لي اخر ايطاب هي السورتي. السورتي كنكتبو في الديبي VNA ديزيموبيليزاسيون سي دي، وفي الكريدي امورتيسمون هادي، وفي سميتو في الديبي ايضا امورتيسمون انستالاسيون تكنيك، وفي الكريدي كنكتبو هذاك سميت الاليمون هو انستالاسيون تكنيك. دونك مفهوم هكا كنديرو. هادي كتدخل بلا فالور دوريجين اللي هو 330,000 درهم اللي دخلنا الاول. هاد الفينا ديزيموبيليزاسيون كنحسبو VNA، ولا كنحسبو اول حاجه كنبداو بالامورتيسمون. لامونتيسمون كيفاش كنحسب لو كيميل دامونتيسمون؟ كنجي لي الكيميل القديم ها هو 148,500، كنزيد ليه هاد 44,000 اللي درت هنا. كنشدو الكيميل القديم 148,000 148,500، كنزيد هاد الكيميل 44,000. دونك الا جينا حسبناها عطاتينا 192,500. الفي ان ا هو هذا ناقص هذا، الفي ان ا هو هذا ناقص هذا، عطيتكم 137,500. دونك هكا كيدخل 137,500. دابا نجيو نجاوب على لي كيستيون. دونك السؤال الاول لا دوتاسيون كومبليمونتير اي ايغال بالنسبه لها هي 44,000. راه لقيناها لا دوت خطا. لو في ان او مونطون دو لا سيسيون، الفي ان اف سيسيون لقيناها 137,500، يعني ها هي
يعني A و 9 حاول لا دوتاسيون كومبليمونتير 44000 و V N A 137500 دونك عندنا صحاح. دونك لو ريزلتا دو سيسيون دو لانستالاسيون تكنيك واش نول ولا بلي فالي ولا موالي ولا ريزلتا نكو هي واحد الموان فالي. كيفاش عرفت؟ كنشدو ال V N A كنشدو البري دو سيسيون اللي هو 120000 درهم ناقص ال V N A V N A 137000 درهم دونك غتخرج لي النتيجه سالبه دونك يعني موان فالي هي اصلا ريزلتا نكورونت. هي ريزلتا نكورونت حيت علاش؟ هي الفرق بين البرودوي دو سيسيون هي اصلا الفرق بين البرودوي دو سيسيون ناقص لي شارج البرودوي دو سيسيون اللي هو برودوي نكورونت ناقص ال V N A هي لي شارج نكورونت دونك هي ريزلتا نكورونت حيت داخله تما. دونك بالنسبه او 25/8/2006 لو 25/8/2006 هو كانت فيه سيسيون دونك قلنا في سيسيون كي كريي تو الكون ديال برودوي سيسيون دي زيموبيليز كوربوريل صحيحه و دونك كي ديبيتو لان اكريدي دونك غنديرو كريون سيغ سيسيون دي زيموبيليزاسيون ها هو هنا هذا هو الصحاح ا او سي. بالنسبه لو 30/12 قلنا كنديبيتو الكون ديال فينا دي زيموبيليز كوربوريل سي دي ولكن ب 137500 داكشي اللي خرجنا فيها ماشي عادي ما خرجات وكان ديبيتي لو كون ديال امورتيزمون انستالاسيون تكنيك بهذا الكونت هذا في الانيلاسيون ها هو 190500 وهذا راه كيتكريديت ها هي 44000 راه كيتكريديت ايضا 44000 كيتكريديت ب 44000 دونك ها هي 44000 كريديت دونك صحيح دونك بي سي دي هما اللي صحاح. بقى لنا اخر حاجه هما لي زيفي دو كوميرس نشوفوا الدوسي ديال لي زيفي دو كوميرس. بالنسبه لي زيفي دو كوميرس قال لك تير سور شامان لي طو دو شونج نيميرو 1 ان مونطون 200000 درهم دونك بالنسبه ليكريتور الاولى غادي نديبيتي الكونت ديال كليون افي ا ريسيفوار وعن كريديتي الكونت ديال كليون هذا يدخل بالفالور نومينال اللي هي 200000 درهم 200000 درهم في الدي بي و 200000 درهم كريدي. هذه بالنسبه لهاد لوبيراسيون الاولى. بالنسبه لهاد لوبيراسيون ديال لو 29 صوفيا غومي ا ليسكونت لا تنشونج سوا دو سا بانك ان بورديرو ريلاتيف ا ليسكونت تو ليسكونت 100% كوميسيون بانك 300 دونك غنحسبو خصنا نحسبو لي كالكيل ديال هادشي. نحسبو لي كالكيل يعني لي كالكيل نبداو بالاسكونت الاسكونت 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 شنو كيتساوي؟ كيتساوي لا فالور نومينال ديال لي فيه اللي هو 200000 درهم كنضربو في لوطون اللي هو 8 وكنضربو في النومبر دو جوغ. النومبر دو جوغ هو راه مناش من هاد التاريخ اللي درناه يعني من لو دو ناف جيسكا اش لا دات دو ليشيونس لي 30/11 دونك الشهر الاول في 29 يوم شهر 10 31 زائد وشهر 3 شهر 11 30 الى جينا حسبنا هادو لقاو 90 يوم لقاو 90 نقسموا على 36000 الى جينا حسبناها تعطينا 4000 هذا هو الاسكونت 4000 دونك من بعد نحسبوا تي في دونك تي في 10% تي في هي ديال نشدوا الاسكونت كنزيدوا ليه كوميسيون بونكير 300 درهم وكنضربوا كلشي في 10% باش يعطيني 4000 دونك 430 عطاتينا. دونك حسبوا الاجيو تي تي سي الاجيو شنو كيساوي؟ هو الفالور اسكونتي عفوا الاسكونت اللي هو 4000 زائد الكوميسيون بونكير 300 زائد هذا 430 ديال التي في دونك تخرج لي 4730. من بعد الفالور اسكونتي الفالور اسكونتي داكشي اللي كيفيرسي ديال البنك فالور اسكونتي كنشدو لا فالور نومينال اللي هي 200000 درهم ناقص لي زاجو تي تي سي 4730 باش يعطيني لا فالور اسكونتي الا جيت حسبتها عطاتيني لا فالور اسكونتي دونك هي 195000 و 270 دونك هذا هو الجواب. دونك نعم دونك غنشوفوا الجواب. نبداو السؤال الاول حنا ديال لي فيت كوميرس دونك الاسكونت دابري لو بوردي دو سكونت الاسكونت كيساوي 4000 صحيح هادشي اللي لقينا في الكالكيل خطا. لو نيت ا فوتر كريدي يعني داكشي هو الفالور اسكونتي لقيناها 195270 كلشي حسبناه دونك الجواب هو ا او سي. دابا بالنسبه لو 25/3 لو 25 هو لا كرياسيون ديال لي فيت كوميرس ها هو درتها لكم هنا قلنا كنديبيتي كليون اي في ا ريسيفوار ب 200000 درهم وكنكريديتي لي كليون ونجاوبوا لها كنديبيتي كليون اي في ا ريسيفوار هي وكنكريديتي لو كليون ها هي هما جوج ا دي
نشوفوا 17 جوج تسعود 2016 لونتربريز صوفيا دا دوا شنو شنو كدير؟ اول حاجه بالنسبه لي زيكريتور ديال الاسكونت شنو كنديروا؟ دونك كنديبيتي لا بانك كيدخل بالفالور اسكونتي اللي هي 195270 شنو لقينا فيها؟ الاسكونت كيدخل بالكونت ديال انتري بانكير سيغ اوبيراسمون دو فينونسمون كيدخل بداكشي اللي خرجنا في الاسكونت هو 4000. بالنسبه للسيرفيس بانكير كيدخل بالكوميسيون بانكير 300 درهم و ايطا تي فيا ريكوبيرابل كتدخل بالتي فيا ديال 430. اما الكريدي ديسكونت لو كريدي ديسكونت كيكون في الكريدي كيدخل بالفالور نومينال اللي هي 200000 درهم. دونك هادو هما لي كالكيل. ديبيتي لا بانك راه كيديبيتا ب 195270 الفالور اسكونتي ماشي بهادي. ديبيتي لو كونت ديال لي زانتيري بانكير سي اوبيراسيون دو فون كيدخل بالاسكونت 4000. ديبيتي لا كونت ديال واحد سيرفيس بانكير لو سيرفيس بانكير راه 300 درهم هادشي اللي عطينا ماشي 4000. كريديتي لو كونت ديال كريديت سكونت ولكن هاد كريديت سكونت فالور نومينال. دونك جو كخوا لو ستاد عنده شي فوط هنايا حتى شي واحد من هادو ما صحاح. نورمالمون هادي خاصها تكون الفالور اسكونتي 195270 هادي خاصها تكون 4000 هادي خاصها تكون 300 درهم. دونك جو كخوا لو ستاد غلط 300 درهم هادو هادي خاصها تكون الفالور نومينال 200000 درهم. يعني حتى شي ريبونس ما صحيحه من هادو حتى شي ريبونس. جو كخوا لو ستاد دار فوت هنايا شي مونطون من هاد لي مونطون. دونك لو 18 لو 112 نشوفو شنو واقع في ال 112. لو 112 قال لك reçoit de sa banque un avis de concernant l'encaissement des lettres de change. Les déjà escomptées. Les lettres de change déjà escomptées. Nous avons dit que c'est simple et écrit. Nous avons dit crédit discount fait débit. Nous avons dit que le client est fait à recevoir. Fait le crédit. Nous avons dit que la valeur nominale est 100 000 dirhams. 100 000 dirhams fait débit ou fait le crédit. Donc, nous avons dit. Donc, nous avons dit que le compte est le crédit discount. وكان كريديتي كليون اي في غسوار. دونك سي ودي هادو ما عندهمش علاقه منها. شوفوا لوبيراسيون 19 دونك لو 5 12 صوفيا رومي ا لونكيسمون اي ليتر شونج مونطون 12 ديما في الرومي ا ليسكون ا لونكيسمون. شنو كنديروا في الرومي ا لونكيسمون؟ في الرومي ا لونكيسمون توجور كنديروا الكون ديال اف ا لونكيسمون الكريدي في الديبي وكنكتبوا كليون اف ا غوسوفوار في الكريدي. باش كيدخلوا كيدخلوا بالفالور نومينال هو 12000 درهم عطيه لينا 12000 درهم. دونك هادي لي زيكريتور اللي كيكونوا. دونك كنديبيتي الكونت ديال الكليون فيه خطا كنكريديتي الكونت ديال فيه غوسوفار صحيحه كنديبيتي الكونت ديال كريد خطا كنديبيتي لو كونت ديال افي الونكيسمون صحيحه. دونك بي اي دي. بقات لينا اخر حاجه هي الكيستيون 20 اللي نشوفوا فيها لوبيراسيون ديال ال 11. هنا قال لك غوسوا دو سا بانك افي دو كريدي اون كونسيرنون لونكيسمون ديال ليت دو شونج كوميسيون بانكير 100 درهم تي فيا 10%. دونك هنايا من بعد هاد لوبيراسيون ملي كيقول لي لونكيسمون حنا جايين باش نتخلصوا لونكيسمون شنو كنديروا؟ كنكتبوا لا بانك في الدي بي كنكتب سيرفيس بانكير في الدي بي و تي فيا ريكوبيرابل وفي الكريدي كنانينا هاد الكون ديال افي ا لونكيسمون. هادو هما لي في ا لونكيسمون كيدخل بالفالور نومينال ديال لي في هو 12000 درهم. سيرفيس بانكير 100 درهم راه عندنا التي في 10% ديال سيرفر بانكير دونك 10 ولا بانك الفرق بين هذا 12000 ناقص هذا دونك غتخرج لي 11890. دونك غنجاوب على السؤال. دونك قلنا تنديبيتي لا بانك نو لا بانك قلنا كيديبيتا ب 11890 راه حسبناها ماشي هذه يعني هذه خطا. ديبيتي الكونت ديال سيرفيس بانكير ب 100 درهم صحيحه كريديتي الكونت ديال اي في الوكونسمون ب 12000 درهم صحيحه. دونك هذه بخطا دونك هو صحيح هو بي او دي. نتمنى انكم استفدتم من هذه الاكسبليكاسيون هذه. هذا اكزامان سهل غير انكم تحاولوا انكم تخرجوه راه باين وسهل. كان معكم الاستاذ كريم ايكونوميست.